الاشياء خلفت البنات دي. سبحان الله الناس اللي بتكره. ان شاء الله عايز اعمل لكم درس عن الموضوع بقى، الخير اللي ممكن تجنوه في الدنيا وفي الاخره من خلفه البنات. ده اللي يربي ثلاث بنات، ثلاث بنات تربيه اسلاميه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنا له سترا من النار، حجاب بينك وبين النار البنات. البنات وسبحان الله، والله كان سبحان الله مع خلفه كل بنت من بناتي كان الاقي ربنا موسع لي في الرزق بشكل ما كانش بيحصل مع الولاد يعني من الشباب الذكور وكده. سبحان الله، اسال الله عز وجل ان يوسع على كل الشباب المسلمين وعلى كل بنات المسلمين. احنا عايزين نتجوز ليه؟ لان احنا امه ما تعرفش الحرام ابدا، احنا ما لناش دعوه بالحرام، احنا لا نبتغي الا الحلال. في امم بقى في اوروبا والدول الغربيه ما تفرقش معاهم، لانه ممكن يكون متجوز واحده وما يعرفش اصلا سكتها فين وماشي مع 50 واحده في الحرام عياذا بالله. احنا مش كده، احنا زوجه في الحلال تغنينا عن كل نساء العالم بفضل الله سبحانه وتعالى. وسبحان الله، لو ربنا اعطاك قوه هرقل وكنوز الدنيا وألف امرأة في الحرام لا يغنيك كل ذلك، ولكن تغنيك امرأة في الحلال، واحدة بس في الحلال تغنيك عن كل الحرام ده. ربنا يرزقنا وإياكم الحلال. سبحان الله، كان أحد مشايخنا ربنا يحفظه كان بيذكر أنه كان في رحلة لإحدى الدول الأوروبية، فبيقول وأنا هناك فقدرا دخل الفندق، فبيفتح التلفزيون، هو بيفهم لغات كويس جدا، فبيفتح التلفزيون يشوف بس أخبار البلد دي إيه، مشاكلها إيه، عشان لما يتكلم في بعض الموضوعات يبقى فاهم يعني إيه اللي بيحصل. فبيقول فجأة لقيت مذيع مستضيف بنت أوروبية، فبيتكلم معاها بيقول لها: حضرتك ايه امنياتك في الحياه؟ عشان تعرفوا بس الفرق اللي بيننا وبينهم، احنا بنحب الحلال، هم عايشين غرقانين في الحرام. فبيسالها بيقول لها: حضرتك امنياتك ايه؟ قالت له: والله انا كان عندي امنيتين، امنيه منهم اتحققت والثانيه لسه مستنيها انها تتحقق. قال لها: يا ترى ايه هي الامنيات؟ قالت له: والله كان عندي امنيتين، الامنيه الاولى ان الحمد لله ربنا يكرمني ان شاء الله وان انا اتزوج، والامنيه الثانيه ان ربنا يكرمني واخلف اولاد. فالحمد لله اتحققت الامنيه الاولى، الحمد لله خلفت اولاد، وناقص الامنيه الثانيه ان شاء الله ان ربنا يكرمني واتجوز ان شاء الله. سبحان الله، فهم بيبداوا يعني بالعكس. طب معانا اتصال. السلام عليكم. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فضيلة الشيخ. ايوه بس معلش الصوت مش سامع ولا ماشي. الصوت مش سامع؟ كده سامع كويس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. ربنا يحفظك ويعزك ويبارك فيك. فضاء الدارين يا فضيلة الشيخ والله. الله يبارك فيك، ربنا يعزك ويبارك فيك يا رب العالمين. الله يخليك. امين يا رب العالمين. والله انا بشتكي من مشكله كبيره قوي يا فضيلة الشيخ. اسال الله ان يفرج همك يا رب، اتفضلي. والله انت عارف يا فضيلة الشيخ انا يعني بصلي بس بترك الصلاه. ويعني يعني بتقبل من الله، يعني مش عارفه اقول لحضرتك ايه. نعم. ببقى عايزه اصلي واصلي، ممكن افضل اسبوع مثلا وبعد كده اصليش تاني. نعم. يبقى الاذان بيأذن. نعم. اردد واسيب الاذان ومش. نعم. عارفه اعمل ايه. ربنا يبارك فيك يا رب. الاول انت حضرتك اتعشيت ولا لا؟ لا لسه. يعني اتغديت طبعا اكيد يعني. ايوه. طيب شوف بقى سبحان الله، شوف الانسان بقى لما بياكل ما بينساش. أيوة. ولما بيعوز ان هو يخرج للشغل ما بينساش، ولما بيعوز ان هو يعني ينام يعمل اي حاجه ما بينساش، لكن الصلاه يعني كتير من الناس بتنساها. قارني كده بين نعم ربنا عليكي وبين ذنوبنا احنا في حق الله سبحانه وتعالى، هي دي المقايسه اللي احنا عايزين نعملها. هتلاقي نفسك كده والله يا اخت ربنا يحفظك في حاله حياء شديده جدا من ربنا سبحانه وتعالى. هتقولي سبحان الله بقى كل النعم دي ربنا بينعمها عليا، وانا الذنوب دي كلها يعني او التقصير ده كله في حق الله. هتلاقي نفسك بفضل الله كده قايمه في ساعتها تتوضي وتصلي. طبعا لما تيجي وقت الصلاه، هي مشكله اللي بيسيب الصلاه بيسيبها ليه؟ بيسيبها نتيجه انه بيراكم صلاه على صلاه، يعني المساله تبقى ثقيله على النفس شويه خصوصا عند اللي لسه بيبتدي. يعني مثلا يقول ايه؟ طيب الظهر اذن، طب لما اخلص الطبخه ديت بالنسبه للنساء يعني، لما اخلص الطبخه ديت وبعدين ابقى اصليها ان شاء الله قبل العصر، فيتجمع الظهر مع العصر، يجي العصر يجي الزوج من بره فتحضر له الاكل فياكل، فتنسى العصر فيجي عليها المغرب، فتلاقي ظهر وعصر ومغرب وعشاء، تقول طب ان شاء الله بكره بقى ايه، اما اقوم كده الصبحيه بقى كده وانا لسه رايقه او مصليه، تبتدي تتراكم عليها ايه؟ الفرائض، فتترك الفريضه كلها. دي مشكله المشاكل. انا نصيحتي لكل اخت مسلمه ولكل اخ مسلم، اول ما تسمع الاذان قومي صلي في ساعتها على طول، ما تاخريش. حضرتك لو كنت جعانه وجعانه بجد يعني اكيد مش هتاخر على الاكل، اكيد هتبحث عن اي حاجه، حتى لو الاكل لسه ما خلصش هتدور على تصبيره كده اي حاجه، سندوتشين ثلاثه لحد ما ايه الاكل يجهز، وهكذا. ربنا يبارك فيك يا رب. معانا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك، ربنا يبارك فيك. ربنا يحفظك ويعزك. اني احبك في الله. احبك لزحتني فيه، ربنا يبارك فيك يا رب. ليا رجاء ان انت حضرتك تدعي لنا بالذريه الصالحه انا واخويا. اسال الله عز وجل ان يرزقكما ونرزق كل مسلم ومسلمه الذريه الصالحه. قول امين. يعني.
ربنا يبارك فيك يا رب. وما تسميش يعني معلش حضرتك يعني لا تعلم أين الخير، الذرية دي هبة هدية من عند الله سبحانه وتعالى، لكن أسأل الله عز وجل أن يرزقكما بالذرية الصالحة، وكل المسلمين كل من حرم من الذرية الصالحة أسأل الله عز وجل أن يرزقهم جميعا بالذرية الصالحة. اتفضل تحت أمرك. لقاء العبارة اللي كان في العز بالله ما هو نزل على الشريط. أيوة أنا عايز يا ريت حضرتك تعيده على قناة الناس. هعيده على قناة الناس. حاضر يعني يا حاضر. إن في ناس برضو والله هو درس كان مهم جدا وكان فيه عبر كده. مؤثر يعني الصراحة. اسمه كان اسمه رحلة الموت. أيوة بالظبط. نعم. وليه آخر معلش يعني. اتفضل ده حضرتك تأمرني. إن والدي يعني دايما يعني بيدعى علينا وبيدعى على أي حد مثلا نعم. يأذيه وكده. نعم. حتى لو حد فتح التلفزيون على الآخر برضه يعني نعم. بيعمل ضوضاء بيدعى نعم. عليه يعني نعم. جامد يعني. نعم. ده يعني لا يعني إيه. نعم. أداة جامدة يعني. لا ده احنا عايزك توجه له كلمة عبر ربنا يحفظ ربنا يحفظ والدك ويبارك في عمره يا رب ويكرمه. لكن انا بنصح الوالد الكريم ربنا يبارك فيك انك اوعى تدعي على حد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم لا تدعوا على اولادكم ولا على انفسكم ولا على خدمكم ولا على اموالكم عسى ان توافق ساعة اجابة من الله سبحانه وتعالى. يعني فالانسان ممكن يندم في هذه اللحظة. وانا يمكن ذكرت في الشريط اللي هو بتاع قصة اغرب من الخيال الأخ عبد الله اللي هو السعودي اللي هو ما شاء الله الآن داعي إلى الله سبحانه وتعالى لما بيقول إن من أسباب اللي سببت له في شلل كامل إن أبوه دعا عليه. فلما دعا عليه في تاني يوم الصبح الدعوة اتحققت. قال له الله يكسر رقبتك بنفس اللفظ اللي هو قاله فحصل الكسر الرقبة وحصل له شلل رباعي. ربنا عارفين عافيكم. فبنوصي كل الآباء والأمهات إنه ما يدعوش على أولادهم وبنوصي الأولاد طبعا إن هم يسمعوا كلام الأب والأم طالما ما فيش معصية لله سبحانه وتعالى. طيب معانا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. هي سؤال عند حضرتك. أموري حضرتك. بعد إذن سيادتك أنا عندي نعم. مبلغ حطاه في يعني شيلات. أيوة. وبيحول عليه الحول كل مدة. نعم. أنا المرة دي جوزي في ضيقة. نعم. فيجوز ان هو يعني مثلا ياخده ويعتبر مثلا بمثابة زكاة المال. والله يجوز للمرأة ان هي تزكي او تدفع زكاة مالها لزوجها اذا كان محتاجا اذا كان ممن يستحق الزكاة. لا انا هقول لحضرتك. هو الو. ايوه مع حضرتك. انا معاك. ايوه هو بيشتغل وبيكسب كويس بس حاجتنا المادية نعم. احتاج ان هو مثلا الفلوس ذهية نعم. خصوصا ان هو مثلا يعني عنده عربية وبيشتغل عليها وحصل لها مثلا يعني محتاجة اصلاحات. خلاص حضرتك ممكن تعتبر المبلغ اللي هتدوله ده جزء من جزء سلف من المال سلف يعني يرده بعد كده بعد ما صلح العربية ويشغلها. دي نقطة. طالما هو الحمد لله بيشتغل وبيكسب يعني ليس من يستحق الزكاة فممكن تطلع زكاة المال زي ما بتطلعها عادي في للفقراء وتاخدي من أصل المبلغ جزء تفرجي بيه هم زوجك لحد ما ربنا يكرمه وهو بعد كده يشتغل ويرد المبلغ مرة تانية إن شاء الله وأسأل الله عز وجل أن يفرج همه. طيب آخر اتصال إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. الشيخ محمود. مع حضرتك ان شاء الله. جزاك الله كل خير يا شيخ. الله يحفظك ويعزك ويبارك فيك. انا بصراحة يعني كان عندي اسئلة كتير جدا وكان عندي كلام كتير جدا عايز اقول لحضرتك. اتفضلي اتفضلي. لما جيت تليفون انا كل الحاجات دي طارت من دماغي. لا بس إله كل الله. اللي انا عايز اقول لحضرتك ان كانت من سبب هدايتي على ايد حضرتك. ربنا يحفظك ويبارك فيك واسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم. مش عارف اقول لحضرتك ايه يعني هو انا ربنا يبارك فيك كنت من المسجد الفتح. ما شاء الله من ايام مسجد الفتح اللهم بارك يا رب. مسجد الفتح ايام الخير كله. كنت بدرس كلية وكنت كانت هي مرة يعني انا وواحد صاحبتي تشجعنا ان سمعنا مجرد سمع ان في شيخ بيقول دروس كويسة جدا نروح نسمع له. ما شاء الله ما شاء الله. في اليوم يعني تاني يوم بالضبط يعني يوم الجمعة كان يوم الخميس يوم الجمعة كنت لبست النقاب الله والتزمت وال ما شاء الله وجات لي وبعد كده يعني يعني مش عارف اقول لحضرتك ايه حصلت لي حاجات حلوه كتير ربنا يسلمك وحتى ما حصلت لي حاجات وحشه عرفت ازاي استحملها الله اكبر بفضل حضرتك برضه عليا ربنا يبارك فيك بفضل ربنا سبحانه وتعالى مش عارفه اقول لحضرتك ايه اصلا يعني والله اسلكت صدري بالمكالمه الطيبه دي ربنا يبارك فيك يا رب ويثبتك وفي
في حاجة كمان كنت دلوقتي بحس بالذنب فيها، ان انا ما كنتش بحب اسمع لاي يعني الشيخ محمد حسين يعقوب، كنتش بحب اسمع مش كان بيزعق مثلا الشيخ محمد حسين. لا ده شيخنا وربنا يبارك فيه، على كل واحدة ما كنتش بعرف اسمع. لا ده شيخنا واستاذنا وربنا يبارك في مشايخنا كلهم يا رب، ربنا يبارك في كل مشايخنا ويحفظهم جميعا. لا طبعا انا عارفة، بس لا. يعني انا مش عارفة انظم الكلام، بس عايز اقول لحضرتك ان حضرتك كنت السبب برضه في اللي خلتني لما ربنا هداني حسيت ان كل الناس دي يعني فضلهم عليا كبير. طبعا. كلهم والله ربنا يبارك في كل دعاء اختي، ربنا يحفظك كل دعاء والله على ثغر من ثغور الاسلام، كلهم مفرغين حياتهم كلها والله للدعوة، يعني يكاد ان يكون ولادنا بيشوفونا بالعافية، النوم يعني الحمد لله رب، نسأل الله عز وجل ان يجعلنا خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، لكن كل دعاة الأمة الحمد لله مفرغين حياتهم كلها للدعوة، فربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. طيب نخش في الجد بقى ونتكلم في موضوع الزواج، أنا عايز أتجوز، فيعني الموضوع بقى لازم إيه؟ لازم نتكلم في موضوع الزواج، عايز تتجوز ليه؟ وإزاي؟ وامتى؟ طيب اول حاجه احنا قلنا الاسلام دين يدعو الى العفاف، قال جل وعلا ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون. دين الاسلام دين مبداه الوقايه خير من العلاج، بمعنى ان احنا ما بنستناش حد اما الشاب يتفتن ويصاحب واحده واثنين وخمسه وعشره ويقع في الفواحش وبعد كده نقول له ايه تعالى بقى وتوب واعمل، مش معنى كده ان احنا بنقفل التوبه قدام الناس، لا بالعكس بنقول لكل الناس ان شاء الله باب التوبه مفتوح. والله جل وعلا قال قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. لكن بنقول احنا عايزين وقايه قبل ايه؟ قبل ايه؟ قبل العلاج. يعني عايزين ببلدي كده اسلوب الايه؟ الهجوم خير وسيله ايه؟ من الدفاع. او خير وسيله للدفاع، ان احنا بنخش على الخير اللي احنا عايزينه، بنخش على الحلال اللي ربنا احله لينا، وناخد الحلال الذي يكون سببا في عفافنا بدل ما نبص للفتن وبعد كده نبتدي نتوب وتبتدي تترصب في اذهاننا وقلوبنا الذكريات المؤلمه اللي حصلت ايام الجاهليه فتبتدي تاذي المسلم حتى في صلاته. يعني الشاب النهارده اللي عاش حياته كلها في صحبه ميمي ولولو وتوتو وسوس والحاجات دي وبعد كده تاب، لما تاب كل ما يخش في الصلاه الله اكبر يلاقي مين ما فيهوش. سبحان الله، يجي ينزل الركوع يلاقي مش عارف ايه، ينزل السجود يلاقي سوس، ما يلاقيش بقى نفسه ولا يلاقي قلبه في الصلاه. انما لما يكون قلبه سليم من اول لحظه في حياته، وهي دي كانت من اسباب ان الانسان يكون في ظل عرش الرحمن، وايه؟ وشاب نشأ في عباده الله، حس انه كده ترعرع في عباده الله سبحانه وتعالى. فتنه النساء يا جماعه فتنه شديده جدا. النبي اللي قال كده مش انا اللي بقول كده. النبي عليه صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم قال فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. سبحان الله، فاتقوا الدنيا، خذوا بالكم النساء من الدنيا. زين للناس حب الشهوات من النساء، ربنا قال في الآخر الآية ذلك متاع الحياة الدنيا، يبقى النساء من الدنيا. من الدنيا. طب ليه النبي عليه قال ايه فاتقوا الدنيا وبعدين واتقوا النساء؟ العلماء قالوا ايه؟ قالوا ذكر الخاص اللي هو النساء بعد ذكر العام اللي هو الدنيا يفيد التنبيه على خطورة شأن الخاص. يعني فاتقوا الدنيا وفي وسطها النساء وعلى وجه الخصوص واتقوا النساء. ليه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء؟ الله أكبر. حديث الثاني في البخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة، الحديث ده بقى وضح المسألة تماما، يعني ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. سبحان الله، امرأة تفتن ألف واحد وألف واحد لا يفتنون امرأة. تخيلوا حاجة زي كده، المرأة فعلا تستطيع أنها تفتن ألف رجل وألف رجل ما يقدرش يفتنوا امرأة واحدة أبدا. هي دي المسألة. فسبحان الله، فأنت لازم تحصن نفسك من الفتنة دي، تبعد نفسك عن الفتنة دي قدر الاستطاعة. يبقى لازم تتجوز عشان تعف نفسك. ولذلك ده يفصل لنا بقى موقف أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الخامس رضي الله عنه وارضاه. سيدنا عمر بن عبد العزيز انتوا عارفين يا جماعه لما كترت الاموال في البلد ايام ما كان بقى يعني الناس كانت بتطلع زكاه مالها، رحمه الله على زكاه الاموال. سبحان الله، فين النهارده زكاه الاموال؟ فين الفقراء اللي مش لاقين ياكلوا؟ فين الناس اللي بتنام في الشوارع وتتغطى بالكراتين وناس ثانيه عايشه في القصور؟ فين الناس اللي بتبات النهارده من غير عشاء؟ وانا اقول هذا وانا اعلم والله يقينا ان فعلا في ناس بتبات من غير عشاء.
فين الناس اللي في عز البرد بتنام مش لاقي بطانيه تتغطى بيها، وناس شايله 50 بطانيه في الدولاب البلاكار وفي بتاع دوت تحت السراير. سبحان الله، فين الرحمه والتالف والموده والحنيه اللي تكون بين المسلمين؟ فين انما المؤمنون اخوه؟ فين المسلم والمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا؟ فين المسلم واخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه؟ فين الاخوه وفين المحبه وفين الالفه اللي كانت بين المسلمين وفين القلوب الرحيمه؟ فين الكلام ده كله؟ سبحان الله. فتلاقي في عز الفتن دي كلها سيدنا عمر بن عبد العزيز يعمل ايه بقى سيدنا عمر؟ شوف بقى الفرق اللي بيننا وبينهم. النهارده شوف زكاة المال اللي الناس بتمنعها، ايام سيدنا عمر بن عبد العزيز كثرت زكاة المال، دعا الناس لزكاة المال والصدقات. اللي عايز يدفع صدقه يدفع صدقه، ولكن زكاة المال دي واجبه لازم تدفعها. فدفع الناس زكاة المال، امتلأت خزانة بيت مال المسلمين لدرجة إن المال بقى طالع بره، يعني الباب ما بتقفلش. طبعا لو كان دلوقتي كان هيتقفل بعد كده، بس بعد ما يفضل لجوه. انما دلوقتي انما ايامهم بقى كان، شوف الامانه، الباب مفتوح والمال بره ومحدش بيقرب. كان الناس عندهم عفه فوق الوصف. وزيك سيدنا ابو هريره كان بيوضح لنا المساله ديت في قصه جميله جدا، بيقول كان الواحد منا اذا اراد ان يتصدق كان يضع صدقه على مناديل ويحطها على جانب الطريق، حاطط مثلا 50 دينار فكه كده، كل دينار لوحده. فيعدي واحد فقير فيبص يلاقي 50 دينار محطوطين على المنديل، فيعمل ايه؟ فيقول ايوه انا محتاج اكل وانا عايش لوحدي عازب، فاخد دينار واحد كفايه قوي عليا، وياخده ويمشي. يجي اللي بعديه، لا ده انا عندي زوجه وعندي ولدين يبقى محتاج 3 دنانير. يجي اللي بعديه، لا والله ده انا معايا 3 زوجات و12 ولد فمحتاج 5 دنانير مثلا. سبحان الله، لحد ما اخر واحد ياخد اللي ربنا قسمه له. طبعا المنديل ده لو اتحط النهارده اخوه الله اكبر، اول واحد هو اخر واحد، يعني ما فيش حد غيره خالص هيعدي بعد كده، لانه طبعا هياخده حتى لو كان غني فيقول لك اهو بركه. المهم يعني، فسبحان الله، فعمر بن عبد العزيز كثره الاموال، فقال بس يعني هو كان ما شاء الله كان بيحكم 26 دوله، فامرهم ان هم ينادوا في كل مسجد من مساجد ال 26 دوله، من كان في حاجه الى مال فلياتي الى بيت مال المسلمين، وينادوا اين الفقراء؟ اين اليتامى؟ اين الارامل؟ من كان في حاجه الى مال فلياتي الى بيت مال المسلمين، ارجع المال كله زي ما هو يرجع الى بيت مال المسلمين. فسيدنا عمر قال ايه ده؟ هو ما حدش فيكم نادى؟ قالوا نادينا يا امير المؤمنين. قالوا امال الفلوس رجعت ليه؟ قالوا عففت يا امير المؤمنين فعفت الامه كلها تبعا لعفتك. فاستغرب، قال طيب من كان عليه دين فسداد دينه من بيت مال المسلمين، سد ديون المسلمين. قال من بلغ سن الزواج، لو انا وانت عايشين بقى في عهد سيدنا عمر بن عبد العزيز كنا هنهيص يا محمد اخويا، ربنا يبارك فيك، سبحان الله. قال من بلغ سن الزواج من الشباب والفتيات فزواجهم من بيت مال المسلمين، جوز كل الشباب والفتيات من بيت مال المسلمين، واخد بالك؟ فبعد كده قال لهم من اراد ان يحج ولم يستطع فحجه من بيت مال المسلمين، فحج كل اللي